يلا يلا بس ثاني لو صحيت يا رب. يلا يعطيكن ألف عافية. يعطيكن ألف عافية. من مطعم تونيك مع ندى أبو فرحات الممثلة. ندى أبو فرحات حول كل الشباب مستعدين عم بيودوا أكل على الكارانتينا وسط بيروت. الدورة كرم الزيتون للكل. يعطيكن ألف عافية يا رب. إن شاء الله كل الناس اللي عم بتشوفنا واللي عم تسمعنا بتحط إيدها معنا وبتحط ابن زي لا تنبعث. هاي الكراتين هنقدر نبعثها ومش بيروح فوج بتيجي. هنقدر نلبي قد ما بنستطيع. وأكيد في غيرنا كمان في بيروت واقف موجود محضرين حالهم عندهم خيام عم نتعامل مع بعضنا عم نتعاون مع بعضنا من كل المناطق اللبنانية. برافو برافو.